مرحب بحضراتكم مشاهدينا لفقرتنا في حصاد الدراما، واللي هنتكلم فيها عن مسلسلات رمضان. بالتأكيد نص رمضان وشفنا عدد من الحلقات اتعرضت من أعمال، ولسه هيبدأ معانا مسلسلات طبعا وأعمال تانية في النص التاني من شهر رمضان. ايه المختلف في الموسم الرمضاني 2024؟ ايه المختلف في الموضوعات، الإخراج، التصوير، الرؤية بشكل عام ومتابعة المسلسلات دي وما تقدمه للجمهور خلال السباق الرمضاني؟ ده اللي هنتكلم عنه مع ضيفنا اللي بيشرفنا في استوديو حصاد الدراما، الناقد الفني الاستاذ مصطفى الكيلاني. اهلا بيك معانا في حصاد الدراما. اهلا وسهلا بيك يا اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا بيك. طبعا بما اننا بنتكلم بقى عن دراما رمضان السنه دي، هنتكلم عن العمل الابرز المبهر في كل العناصر الفنيه بتاعته، سواء الجمهور او النقاد، الاثنين الحقيقه اجتمعوا عليه. فهنسالك بقى في العناصر الفنيه في الحلقه ال11، معركه الليل، المعركه اللي كانت اكثر ابهارا، نص ساعه من الابهار البصري. كلمنا عن المعركة دي، ظهرت ازاي على الشاشة وازاي اسست بقى ذهنيا للمشاهد وفنيا طبعا، طبعاً. لظهور وقوة الحشاشي. طيب، هو اولا المعركة كان عليها صدى كبير جدا جدا من عدد كبير من الناس. يعني تعالي نتكلم مثلا عن تعليق حد زي المخرج السوداني الكبير امجد ابو العلاء، اللي اتكلم عن انه لاول مرة في حياته يشوف حاجة بالشكل ده في المسلسلات العربية. ده ليه؟ الناس بتتكلم على اللي حصل في الحشاشين في الحلقة الحداشر ليه؟ لأنه لأول مرة بفريق مصري بالكامل، ما عدا فقط بس مجموعة من البلغاريين المحترفين، هم اللي اشتغلوا على الخيل بس ومجموعة بسيطة جدا جدا، لكن باقي كل الفريق بما فيها الستوري بورد بالكومبوزيشن بكل حاجة، الناس كلهم مصريين. الصورة اللي خرجت من جرافيك احنا يعني هو بنشوفها على الشاشة طبعا، الصورة والشكل اللي خرج بيه كل التفاصيل، بحتى المشاعر اللي بتظهر ما بين المحاربين بقفلة الحلقة، لا الموضوع فعليا من اولها لاخرها كانت فعلا حلقه عبقريه. ويمكن كمان كان في بوست اتكلمنا عنه في حصاد الدراما للمخرج بيتر ميمي، كان بيحكي تفاصيل عن تصوير معركه الليل والجهد اللي اخذته المعركه دي وكل التصوير والفريق وكل اللي شغالين على الحلقه، بيقول ان في جهد كبير اتعمل. طبعا يعني فعليا انتوا عندكم خبره وبتنزلوا لوكيشنات وبتصوروا فيها وبتشوفوا كم التعب في اللوكيشنات العاديه، فما بالك بقى بلوكيشن زي ده، عندك مئات ان لم يكن الاف موجودين في اللوكيشن بتتفرج على تفصيله بعدد كاميرات كبير، بتشوف بيكون موجود مع المخرج فريق الجرافيك، لانه زاويه الكاميرا بتفرق معاه في الجرافيك، المود بتاع الإضاءة بيفرق. يعني انت متخيلة حضرتك انه مش سنتي، في ملي في زاوية الكاميرا بيقعد معاه يظبط معاه بتاع الجرافيك علشان يخرج ال ده غير طبعا العدسة، ده غير الايزو بتاع العدسة، يعني كل حاجة، كل التفاصيل الدقيقة جدا دي بتبقى مكتوبة بالكامل. طيب، واللي كاتبها من البداية مصري، اللي كاتبها، اللي كاتب كل الستوري بورد بكل التفاصيل بتاعت كل حاجه مصري، واللي نفذ مصري. فانت بمديرين التصوير حسين عصر طبعا، بالمونتير احمد حمدي، اللي عاملين فعليا شغل مع بيتر ميمي هايل، ومع الموسيقى التصويريه خطيره اللي موجودة الوترية في كل تفصيله جوه الحدث، ومش بتخليكي بقى ايه، ما تحسيش بالحدث، لا ده انت جوه الموضوع بس طول الوقت في اعمال تلاقي الموسيقى بتطغى على الحدث. لا، ان فعليا كل حاجه بتخدم الحدث وبتكمله بالظبط كده.